مساء الخير يا كابتن اسلام، ومساء الخير على جمهور حضرتك الكريم، وكل سنه وحضرتك طيب، وعيد ميلاد سعيد ان شاء الله ربنا وقبل يخليك يا 100 دكتور، سنه. متشكر جدا. وبشكر حضرتك على متابعتك وعلى يعني في الحقيقه عدد التطورات اللي بتتم في فرع القاهره الجديده في الحقيقه. ويمكن احنا امبارح شرفنا ايضا بزياره كريمه، في الحقيقه كانت اول يعني ظهور للكابتن محمود بعد عودته من مظبوط، رحلة العلاج، لكن كان حريص في الحقيقة على متابعة كل التجهيزات اللي بتتم في فرع القاهرة الجديدة. ويمكن حضراتكم وحضرتك دلوقتي مشكورا بتعرض لكل جمهورنا الكريم التجهيزات اللي بتتم في فرع التجمع في الحقيقة، وكل اللي شاف فرع التجمع يمكن احنا كان عندنا فيدباك من خلال الأسبوعين اللي فاتوا، كنا بنعرض التطورات اللي احنا بنجهزها عشان ان شاء الله الافتتاح واستقبال الأعضاء الكرام، او ايضا فتح باب الرغبات لمن يرغب في الانضمام لعائله الاهلي الكبيره في الحقيقه. يمكن احنا عندنا ايضا جمعيه عموميه الاسبوع القادم، وكان في قرار من مجلس الاداره زي ما حضرتك كده تفضلت مشكورا، على الرغم من التحديات اللي بيواجهها كل الدول العالم ولها انعكاسات اقتصاديه كبيره على كل الدول، ومنها بالطبع جمهوريه مصر العربيه اللي تعتبر مركز اقتصادي مهم عبر الممرات المائية اللي بتمتلكها في الحقيقة. كان قرار مجلس الإدارة الموقر هو العمل برسوم الاشتراك القديمة وإيقاف العمل برسوم الاشتراك الجديدة، وبالتالي كانت دي فرصة للأعضاء إن هم يبقوا عندهم فرصة أكبر للاشتراك والاستمتاع بهذه المستوى الراقي من الخدمات اللي حقيقة كل مصري يعني في الحقيقة احنا عمالين نتابع كل مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف انطباعات ليس فقط كل من ينتمي لعائلة الأهلي سواء كان من أعضاء الجمعية العمومية المؤقرين أو من جمهور النادي الأهلي الكبير في كل أرجاء المعمورة، لكن كان عندنا فيدباك إيجابي جدا وتقدير كبير جدا لهذه النقلة الحضارية في شكل وتصميم المنشآت الرياضية وفي مستوى جودة الخدمات إن شاء الله اللي هيقدمها فرع القاهرة الجديدة. وده يمكن خليني برضو من خلال منصة حضرتك الكريمة، احنا كمان عندنا لجنة العضوية كانت في حالة انعقاد دائم الأسبوع الماضي نتيجة لحجم الإقبال الكبير اللي بعد ما احنا أعلننا عن الصور الحقيقية لفرع التجمع. يمكن احنا مع بداية إنشاء الفرع كنا بنعرض المكب بتاع المشروع ككل، كانت الناس متخيلة إن ده يعني حاجة 3D ممكن ما تبقاش كده في مظبوط. الحقيقة، لكن ما عرضنا على أرض الواقع. معلش يا دكتور، بما اننا بنتكلم عن ارض الواقع، كل المشاهد انا طبعا متاكد، لكن كل المشاهد اللي احنا بنشوفها دي، هاتها لنا سمير لو سمحت واحنا بنتكلم، كل المشاهد اللي احنا بنشوفها دي هي مشاهد انتهى منها مجلس اداره النادي الاهلي، وكل الحاجات اللي احنا يعني المسجد مبني على اخره، كل حاجه تمام، كل حاجه، كل الامور جيده. المسجد يعني مثلا على سبيل المثال زي ما حضرتك تفضلت كده، المسجد كراسيه موجوده، احنا ايوه الحمد لله اقمنا فيه الصلاه، دورات المياه بتاعته كامله، اماكن الخاصه بجلوس كبار الرواد بتوعنا عاملين لهم برضه مقاعد ايوه خاصه بيهم. فجميع التجهيزات دي انا بكلمك على حضرتك على وحده الكلاب هاوس، المبنى الرئيسي، المبنى الاجتماعي الرئيسي، حاجه عالميه يا دكتور سعد جميع بصراحه. تجهيزاته في الحقيقه. يمكن كان امبارح كابتن محمود في الحقيقه كان حريص ان هو ايضا يجتمع بمجلس الاداره ووجه ليهم الشكر ايضا على الجهود اللي تم بذلها خلال فتره تواجده خارج البلاد في رحله العلاج، لان كان في جهود متواصله من كل طبعا اعضاء المجلس في الحقيقه، وكان يمكن السيد العاملي فاروق بيتابع مع الاداره التنفيذيه اول باول. حضرتك شفت امبارح ايضا الشركه المنفذه للمشروع كانت موجودة على أرض الواقع، ووجه أيضا الكابتن محمود كعهده الكريم دايما إن هو يعني دايما بيوجه الشكر والتقدير لكل أفراد العمل، وده بيخلق طبعا فينا روح عطاء كبيرة جدا. وأيضا حرصه على إنه يتفقد جميع المباني، المبنى الإداري بالكامل تم فرشه اللي هو فيه الاشتراكات والإدارة المالية وإدارة الخزنة وإدارة المخازن بالكامل تم فرشها، ايضا غرف خلع الملابس للاعضاء، غرف خلع الملابس للاعضاء وهي مبنى ايضا منفصل بالكامل فيه غرف خلع ملابس للاعضاء، غير مبنى النشاط الرياضي ايضا اللي تم تجهيزه بالكامل للنشاط الرياضي لكل الرياضات. حضرتك شفت امبارح ملاعب كره القدم، ويمكن كان في صوره كبيره جدا لكل الناس اللي كانت موجوده، جميع المقاعد الخاصه باعضائنا الموقرين ان شاء الله اللي هيستقبلهم الفرع تم
توريدها بالكامل 4200 مقعد، 4200 مقعد. يعني انا بدي لحضرتك ارقام، 1100 شمسيه، 1100 شمسيه تم توريدهم بالكامل امبارح الحمد لله، كان اخر توريد ليهم الحمد لله، يعني في متوسط 4 كراسي تحت كل شمسيه. حاسبين برضو حسبتنا نصيب كل عضو قد ايه. ايضا كان في تجريب فعل امبارح لنافوره، للنافوره الراقصه اللي هتبقى موجوده في امام المبنى الرئيسي. ايضا تراس النادي، التراس ده يمكن حضرتك اللي هيبقى حاجه عباره عن تحفه، بتدي لك رؤيه ومنظر مبهر مبهر. لما الاضاءه امبارح اشتغلت، يعني احنا الحمد لله مطابقه الكهرباء احنا شغلناها، يمكن كنا حريصين من اسبوع زي ما قلنا للناس بالظبط. المياه ايضا شبكه المياه بالكامل، اللاندسكيب حضرتك شفته امبارح مع كل الناس وهي بتتابع، منظر اكتر من رائع. ان شاء الله فاضل لنا خطوات بسيطه ان شاء الله، ودي خارج يعني خارج السيطره مننا كاداره النادي الاهلي. نعم. لانها تجهيزات بتعتمد على سلاسل الامداد العالميه، لان احنا مستوردين الفرش الكامل، فرش المبنى بالكامل للداخل من الخارج بالشكل اللي مع الشكل الحضاري اللي حضرتك شفته. ده يمكن هو الحاجه الوحيده خارجه عن سيطرتنا احنا، انت عارف ظروف الشحن وظروف الاستيراد في هذه الايام اللي بيواجهها العالم. نعم. عشان برضه الناس ما تعتقدش ان ده حاجه خاصه بس بمصر، لا، كل سلاسل الامداد في العالم فيها شويه تاخير، فده اللي يمكن حاجه خارجه عن ارادتنا احنا. اللي كمان عايز اقول لحضرتك ان حتى الجولف كار الحمد لله كانت موجوده، 5 عربيات جولف كار اللي موجودين وتم تزويدهم الحمد لله، ويمكن احنا استخدمناهم امبارح في بعض الجوله لان المساحه 50 فدان. النهارده عندنا ملعبين كره قدم رئيسيين قانونيين، التراك حوالين منهم ان شاء الله جاري تجهيزه بالكامل. فاعتقد يعني ان ده حاجه تدعو للفخر، مش بس لعائله النادي الاهلي، لكن تدعو للفخر ان في منشاه رياضيه بهذا التطور وبهذا الرقي في الحقيقه، ودي بتتواكب مع رؤيه الدوله المصريه في الحقيقه في عاصمه اداريه جديده. ويمكن مقر النادي الاهلي في القاهره الجديده ده هيبقى حلقه ربط ما بين العاصمه الاداريه والقاهره الجديده، واعتقد ان دي كمان فرصه. يلا خلي الناس اللي هم عندهم الرغبه وعندهم يعني الرغبه في الاستمتاع بخدمات يعني على مستوى راقي جدا. نعم. الخدمات الرياضيه ان هم يبقى عندهم فرصه ايضا للاشتراك ويبقوا معانا ان شاء الله في عائله الاهلي الكبيره. وان شاء الله احنا مش هنفتتح الفرح الا لما يكون على اكمل وجه، لان في الحقيقه حجم الجهد اللي تم بذله والفتره الوجيزه، يمكن احنا استلمنا الارض في 3 سنين ونص اللي فاتوا، وده على فكره فتره يعني وجيزه جدا في ظل التحديات اللي بيواجهها العالم كله في الظروف الاقتصاديه دي، ان احنا نقدر نعمل البنية التحتية الضخمة. ونقدر كمان بالمناسبة يمكن حضرتك، أنا كنت سامع حضرتك مشكورة بتقول إن النادي الأهلي بيحقق أعلى ميزانية في تاريخه، 3,87,000,000 جنيه، دي أكبر ميزانية في تاريخ الأندية المصرية. دي بتعكس حجم الاستثمارات اللي في الحقيقة بتخطاها النادي الأهلي في تطوير البنية التحتية، ليس فقط في فرع القاهرة الجديدة، ولكن أيضا في أيضا مدينة نصر تم تطوير البنية التحتية بشكل حضاري وتوحيد هوية النادي الأهلي. يمكن البوابات اللي احنا شفناها في التجمع هي نفس البوابات اللي موجودة في مدينة نصر، هي أيضا بنفس السيستم اللي موجود في المقر التاريخي للنادي الأهلي في الجزيرة، وإن شاء الله هيبقى في زايد. أيضا حركة التطوير اللي بتتم في زايد، يمكن احنا إن شاء الله في القريب هيبقى في ملاعب كرة القدم ومنطقة أماكن الانتظار الجديدة هتبقى إن شاء الله في القريب، ايضا هتخش الخدمه ايضا في زايد اللي احنا عملناها سابقا، زي الصالات اللي موجوده في الشيخ زايد سواء كانت في الجمباز او كانت في الكاراتيه او كانت في تنس الطاوله والسكواش. اعتقد ان دي كلها بتعكس حجم المؤسسه الوطنيه العريقه باسم النادي الاهلي في الحقيقه، ودورها في عمليه المساهمه اللي بتقودها القياده المصريه. وهنا خليني كمان من خلال يعني برنامجنا الجميل البيت الكبير نهني ايضا ننتهز الفرصه ونهني الدوله القطريه طبعا حقيقه بنجاح فعاليات كاس العالم وحفل افتتاح مبهر لكل العالم. ويمكن كانت يمكن احنا اعلنا بالامس القريب تلقي محمود الخطيب دعوه
من سمو الشيخ خليفة بن حمد رئيس الاتحاد القطري في الحقيقة، وكان حريص على دعوة الكابتن محمود، لكن كان في نتيجة للظروف الصحية في الحقيقة الكابتن محمود اعتذر، لكن كان في أيضا تأكيد على حضور الكابتن محمود في أي وقت تسمح فيه ظروفه خلال أي مراحل من مراحل فعاليات كأس العالم، وكان الكابتن حريص على إنه إن شاء الله في نعم حالة التحسن ظروف صحية هيكون موجود إن شاء الله في المباراة النهائية سمح الظروف بذلك. ده برضو خلينا نقول إن ده مكانة النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي في الحقيقة، وقدرته كمؤسسة وطنية على إنه يبقى محور في حركة التنمية اللي بتقودها الدولة المصرية والحكومة المصرية. طيب دكتور سعد، لو حضرتك تقدر تقول لي أهم مميزات فرع القاهرة الجديدة أو مقر القاهرة الجديدة، وإيه اللي حضراتكم متخيلين إن هو ممكن يحصل لأعضاء الجمعية العمومية، اللي أنا عارفه إنه عايزين تعملوا أحسن حاجة وأفضل حاجة دايماً يعني. يعني أنت حضرتك ذكرت حاجة مهمة جداً، يمكن جمعيتنا العمومية في الحقيقة جمعية عمومية يمكن فريدة من نوعها، جمعية عمومية للنادي الأهلي، جمعية لها دور تاريخي في حركة التنمية اللي بيشوفها النادي الأهلي، ويمكن الجمعية العمومية كلها أفرادها النهارده بتتابع لحظة بلحظة معانا وحريصة على إن هي تتابع كل التطورات وبتفيد في هذه النقلة الحضارية في شكل النادي الأهلي في السوق الجديد اللي هيبقى فيه فرع القاهرة الجديدة، ويمكن هم أيضاً بيتبادلوا مع بعض الصور وتشعر فيها بالفخر الكبير، وده دايما الانصاف من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي دايما دعا لنا بيها ان هي فعلا بتقدر الاعمال المخلصه لصالح النادي الاهلي. النهارده عندنا فرع جديد، النادي الاهلي النهارده الشكل الحضاري اللي فيه، المبنى الاجتماعي اللي موجود، المباني الاداريه المتخصصه اللي بتخدم مسارات الحركه الطبيعيه اللي موجوده، المساحات الكبيره كمان، ده النهارده حضرتك يمكن احنا كمان بدأ عندنا حاجة تانية يمكن ده بيختص بيها النظام الأساسي في النادي الأهلي، إن في ناس كانت مشتركة في التجمع وكانت قاصرة عضويتها على التجمع، لكن لما شافت كل اللمسات اللي موجودة في كل أفرع النادي، النهارده بدأ النظام الأساسي اللي بيسمح لها إن هي تعمل استكمال للانضمام لعضوية بدأت الأفرع. احنا بدأنا نرصد ده بقالنا فترة كبيرة جدا، إن بدأت الناس تستكمل عشان يعني تستمتع بالبنية التحتية القوية الرياضية المنتشره في كل ارجاء القاهره الكبرى. النهارده لو حضرتك من نقلت وغيرت السكن بتاعك في زايد، النهارده تقدر تلاقي فرع النادي الاهلي في زايد بيخدم حضرتك ايضا بسلسله من الخدمات المتميزه. لو انت من سكان مدينه نصر هتلاقي فرع مدينه نصر ان شاء الله بيخدم حضرتك. لو وسط البلد النهارده المقر الرئيسي، فاعتقد ان الجمعيه العموميه بتاعتنا اللي احنا فخورين بيها وفخورين دايما بان هي بتدينا قوه القرار في النادي الاهلي، وهي عندنا صانعه القرار في النادي الاهلي في اختيارها لمجلس اداره قادر على تحقيق طموحاتها واهدافها. اعتقد ده موجود على الارض، مش بس كمان في البنيه التحتيه. النهارده حضرتك عندنا سلسله من النجاحات الرياضيه الحمد لله في الفتره الاخيره في الاسبوعين الاخيره دي، احنا عندنا فريق كره السله سواء السيدات الحمد لله عامل انجاز كبير، فريق كره السله ايضا رجال النهارده داخل في موضوع ان هو بيلعب ان شاء الله المباراه النهائيه، عندنا بالامس القريب كان عندنا ماتش السوبر، فالحمد لله الحمد لله كل الاهداف الاستراتيجيه للنادي الاهلي النهارده بتتحقق وبشكل يعني يقترب من درجه مثاليه، مش عايزين نقول هي المثاليه، ولكن عندنا ايضا اداء افضل، فمصرين زي ما حضرتك قلت ان احنا نعمل كل شيء بالشكل الذي يليق بحجم الجهد الذي بذل وبحجم الجهد ايضا الذي بذلوا اعضاء الجمعيه العموميه وبحجم الجهد الذي بذلوا الراغبين في الاشتراك ايضا والانضمام لاعضاء جمعيه لاعضاء النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي. طب هل من المتوقع ان يكون هناك يوم ولا لسه لم يتم اتخاذ القرار للافتتاح؟ يعني انت عارف كابتن اسلام وانت واحد من كباتن النادي الاهلي عارف ديناميكيه صناعه القرار في النادي الاهلي، ما بتبقاش قرار فردي، مجلس الاداره بيجتمع ولازم، وزي ما انت شفت حضرتك كده الكابتن الخطيب يعني اول ما جه كان اول زياره هي لفرع القاهره الجديد، لانه كان حريص انه يقف على جميع التجهيزات سواء كانت مدى كانت دقتها وحجم الصغر اللي فيها، لكن كان حريص ان هو يبص على كل لمسه بحيث ان الفرع ده يخرج في ارقى صوره ممكنه لخدمه اعضاء النادي الاهلي. فان شاء الله بمجرد ما احنا عاملين على فكره يمكن عاملين كده مجموعه من المعايير بنعلم عليها، دي خلصت وبنعرض على مجلس الاداره، يجتمع مجلس الاداره ان شاء الله
ويحدد موعد الافتتاح ان شاء الله، واللي هيكون فيه حفل ايضا كبير يليق بحجم هذا الانجاز، ليس فقط لصالح مؤسسه النادي الاهلي ولكن لصالح البنيه التحتيه الرياضيه اللي بتخدم كل بلدنا يعني كلها، ابناء جمهوريه مصر العربيه. طيب دكتور، مره ثانيه لو حد هيسمعنا دلوقتي وبيشوف اللي احنا بنعرضه ده هيقول لك دي الحاجات دي بتتكلف كتير جدا وبتتكلف ملايين الملايين المليارات كمان، وفي الاخر حضرتك بتقول لي انا عامل ميزانيه فيها 3 مليار وشويه وفيها مكسب 147 او 148 مليون جنيه. اعتقد ان هنا لازم اقول لمجلس اداره النادي الاهلي شكرا على هذا الانجاز الرائع في ظل هذه التحديات الكبيره وفي ظل كل ما يحدث من تطور في الانشاءات، سواء في مقر النادي الاهلي في التجمع في القاهره الجديده او بدايه انشاء مقر النادي الاهلي في القاهره الجديده او التطور الواضح الحقيقه في مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد او حتى في الجزيره او في مدينه نصر. كل اعضاء الجمعيه العموميه لما بيروحوا مدينه نصر يقول لك او مدينه نصر اتقلب بقى حاجه جديده، لما بتروح الجزيره يقول لك الجزيره محتفظ برونقه ومحتفظ بشكله ومحتفظ بكل حاجه، ولكن تحس ان في كل حاجه جديده اخرها ملاعب التنس اللي تم تجهيزها على اعلى مستوى خلال الفتره الاخيره. الشيخ زايد نفس الكلام. فإزاي يا فندم حضراتكم قدرتوا توازنوا ما بين ميزانية ضخمة زي دي وفي نفس الوقت فيها مكسب؟ يعني زي ما حضرتك ذكرت احنا يعني مش عايزين نقول مكسب لان البعض بيفهم الموضوع بشكل اتفضل يعني مش في اطاره الصحيح. هو عندنا فائض ميزانية لان احنا مؤسسة لا تستهدف الربح، صحيح، الى مجموعة من الشركات المساهمة، وده موضوع شوية يمكن برضو ده من ضمن النجاحات اللي عملها مجلس إدارة النادي الأهلي. وفي المناسبة في ظل هذه الميزانية الضخمة الحمد لله مجلس إدارة النادي الأهلي نجح في أنه يستكمل رأس مال شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بنسبة 100%، وده إنجاز يحسب لمجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وأيضا المظلة الأكبر مجلس إدارة النادي الأهلي. عندنا النهاردة زودنا رأس مال الشركات الثلاثة كرة القدم وشركة الأهلي للخدمات وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية بنسبة استكملنا رأس المال بنسبة 25% من إجمالي رأس المال، وده أيضا يضاف للأداء المالي القوي للنادي الأهلي على مدار السنة المالية الحالية في الحقيقة. وزي ما حضرتك تفضلت احنا كان عندنا فائض في الميزانية، والفائض في الميزانية ده احنا بنستخدمه أيضا في الاستمرار في عملية التطوير والتحسين. احنا عندنا مسارين مهمين جدا، مسار انشاء بنيه تحتيه جديده متمثله في المقر الجديد في القاهره الجديده ومتمثل ايضا في مجموعه من المنشات الجديده في كل الفروع زي ما ذكرنا كده في الشيخ زايد، عندنا مجموعه من الصالات وعندنا مجموعه من الملاعب. يمكن احنا النهارده تجاوزت حجم استثماراتنا في فرع القاهره الجديده يمكن تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وده ما شاء الله مبلغ مالي اعتقد يعني يستحق التقدير ويستحق الاعتزاز بان احنا بنحقق هذا الاداء الاستثماري. يمكن البعض كمان احنا الحمد لله ربنا وفقنا ووفق مجلسنا الموقر في ان هو يسدد كامل حصه الارض في الحقيقه اللي هي مساحتها 50 فدان، بقينا قسط واحد ان شاء الله ده في خلال فتره وجيزه 4 سنوات الناس بتاخد على 10 سنين عشان تقدر يبقى عندها عائد على الاستثمار، لكن الحمد لله كان في توفيق لمجلس الاداره. كمان زي ما حضرتك تفضلت بقى مشكورا احنا بنبني بنيه تحتيه جديده، لكن احنا مش مهملين عمليات الصيانه الدوريه للارث الكبير التاريخي بتاع النادي الاهلي. يمكن انت حضرتك ذكرت احنا عملنا صيانه دوريه السنه دي فقط لاكثر من 28 ملعب تنس. صحيح. قال حضرتك الرقم في الجزيره مدينه نصر وفي الشيخ زايد. النهارده كمان احنا انشانا ملاعب البدل الجديده في مدينه نصر وفي يعني ان شاء الله على خلاص ملاعب الجزيره انتهينا منها ان شاء الله. النهارده كنا بنحط الكراسي المحيطه في ملاعب البدل في ملاعب بمقر الرئيسي في الجزيره. نعم. كمان حمامات السباحه بالكامل سواء كانت في الجزيره او في مدينه نصر او في الشيخ زايد ايضا عملنا لها الصيانه الدوريه، يمكن نتيجه لظروف كورونا كنا ما عملناش صيانه من فتره كبيره، لكن السنه دي الحمد لله قدرنا ننجز الصيانه الدوريه ليها. فاحنا حاطين ايدينا في كل الاتجاهات اللي هي ممكن تعزز من جوده البنيه التحتيه اللي بتخدم اعضاء النادي الاهلي وبالشكل الذي يليق بقيمه ومكانه وتاريخ
النادي الاهلي، وايضا قيمه ومكانه اعضائه الموقرين في الحقيقه اللي هم احنا موجودين عشان الوعود اللي احنا وعدناهم فيها نبقى صادقين معاهم. وده دايما ان احنا عندنا في النادي الاهلي جمعيه عموميه لديها معايير تتمتع بدرجه عاليه من المصداقيه في اختياراتها، وبالتالي لابد ان يقابل هذه الدقه في الاختيار ايضا صدق في الاداء، وده دايما اللي بيخلينا الحمد لله ننجح. وده دايما كابتن محمود بيبقى حريص عليه، علينا ان احنا كل ما بنشتغل اكتر كل ما احنا ايضا علينا واجب ان احنا نأدي الكثير والكثير. يعني يمكن الايام القادمه ان شاء الله عندنا ايضا مجموعه من الملفات احنا شغالين عليها ايضا لخدمه اعضاء النادي الاهلي ولخدمه جماهير النادي الاهلي، سوف يتم الاعلان عليها هنا ان شاء الله. دكتور سعد انا الحقيقه بشكرك جدا على كل هذا الشرح الوافي، وفي نفس الوقت انا بشكرك مره ثانيه باسم كل اعضاء الجمعيه العموميه وباسم كل محبين النادي الاهلي ان احنا فخورين بهذا الانجاز الرائع وهذا الشكل الرائع الحقيقه اللي موجود في مقر النادي الاهلي في القاهره الجديده وكل مقرات النادي الاهلي. فانا بشكرك مره ثانيه دكتور سعد، وشكرا لكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي.